مذكرة تفاهم تم التوقيع عليهما من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وإدريس العسري المدير العام لشركة كاب جيميني إنجينيرين ورئيس المجلس القطري كاب جيميني بالمغرب. الشراكة تروم تعزيز مكانة المملكة كوجهة تكنولوجية وهندسية بالنسبة لكبار الآمرين بالأعمال وخاصة الأوروبيين، مما يجسد دينامية الموارد البشرية للمملكة. خلال السنة الجارية قمنا بتشغيل 1100 كفاءة أخرى، وكل يوم يوفر طاقمنا المتألف من 5300 شخص خدمات بأفضل المعايير، ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا تؤكد مذكرة التفاهم على توفير الدولة المغربية لمواكبة ودعم فعال في هذا الشأن من خلال إعداد مواهب في مجالات الهندسة الصناعية ودعم نمو هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية، مما سيسمح باجتذاب المزيد من المواهب التي ستأتي لتعزيز صفوف 3000 مهندس أو منتسب للشعب العلمية من المؤهلين الذين يشكلون فرق كاب جيميني إنجينيرين موروكو.